بلوك جديد. هادي الحراني يبدأ هذا الموسم، مصعب اللحام ما شاء الله يعود من الإصابة بلمساته بهذه كرة وتسديدة، والهدف الأول، الهدف الرمثاوي الأول محمد أبو سريق، هدف رمثاوي في الدقيقة 23، محمد أبو سريق يفتتح أول أهداف فريق الرمثا في هذا الموسم. هذه نظرات جمال محمود ورضا عن هدف التقدم. محمد أبو سريق بعد انتصاف الشوط الأول يضع الرماثلة في البداية وفي المقدمة ويتحكم الآن بإيقاع المباراة، أمر هام جدا لما تلعب أمام فريق صغير السن أنك تبدأ بالتسجيل بشكل مبكر بدون فلسفة، بلمسة من محمد وفي المرمى محمد أبو زريق يسجل أول أهداف المباراة والثاني أهداف بطولة الدرع وبكورة أهداف فريق الرمثا هذا الموسم. سام كرة مقطوعة وصلت إلى حمزة، حمزة الدردور أنهى الموضوع تماما، الدبور حمزة الدردور أنهى وحسم أمر الفوز تماما، أعلنها قبل النهاية في الدقيقة 88 في أول فرصة حقيقية لحمزة الدردور يسجل الهدف الرمثاوي الثاني ليتقدم الرمثا بهدفين مقابل لا شيء، جمد الحارس تماما والهفوة كانت من لاعبي الوسط وهدف لا يسأل عنه دفاع أو حارس مرمى. البقعة بعد خطأ في التمرير وكرة مقطوعة وهجمة سريعة أنهاها حمزة في المرمى. إذن الرمثة هدفين، البقعة لا شيء مع وصولنا للدقيقة قبل الأخيرة من زمن المباراة. إذن حمزة الدردور يضاعف النتيجة بعد ما كان أبو زريق سجل الهدف الأول.